عارفين ان انتي في البداية كنتي بتلعبي لعبة الفيتنس تشانجينج، وبعد كده بقيتي من ضمن المحكمين للعبة كمال الأجسام. احكي لنا عن الاتنين. هو طبعا في البداية الفيتنس تشالنج اي حد بيلعبها، كمان يعني اي حد بيدخل الجيم هو بيلعب اوريدي فيتنس تشالنج. لا خلينا نوضح فيتنس تشالنج، يعني التحدي بقى في التحدي. ده عبارة عن ايه يعني؟ هي اصلا فئة مستحدثة في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام واللياقة البدنية. بتختلف عن كمال الاجسام لان كمال الاجسام هي عضلات. الفيتنس تشالنج هو مجهود بدني، لياقة بدنية. كمال الأجسام مسرح، البطولات بتاعتهم مسرح وشو عضلات وإظهار عضلات، ممكن ياخدوا شهور وأحيانا سنين عشان يظهروا عضلات أو يلعبوا ويجهزوا البطولة. الفيتنس تشالنج هي لعبة مفتوحة للجميع، أي لاعب كرة قدم، أي حد بينزل الجيم، أي لاعب تنس، أي حد يقدر إن هو يشارك فيها. عبارة عن 6 حركات، كل حركة فيهم طبعا 6 حركات هم من الجيم، زي العقلة، زي الطعن المتوازي، حاجات معينة. تمام. 6 حركات محددين، كل حركة بتبقى عبارة عن 2 دقيقة. كل شخص بيدخل خلال 2 دقيقة بيحاول يبذل أقصى عدد من التكرارات. تكرارات بس بأوزان معينة ولا التكرارات مجرد بس ان انا اكرر الحركة وخلاص؟ هي بأوزان مثلا خفيفة. هي مثلا زي العقلة ما فيهاش أوزان قد ما هو لازم يوصل مثلا لغاية الدقن بتاعته، توصل لغاية البار او تعديها. لو هي اقل من البار مش هنحسبها في القاعدة التحكيمية بتاعت البطولة. ده بالنسبة للعقلة، لكن في العاب تانية بيبقى فيها اوزان مثلا ولا كلها؟ بتبقى بسيطة، لو بار 10 كيلو 15 كيلو 40 كيلو كده، لكن هي ما بتعتمدش الاساس بتاعها على القوة، اللياقة بالظبط وعدد التكرارات بتاعت الشخص. واهم حاجة تكون اللعبة يعني مش بتعتمد على قوة الشخص قد ما بتعتمد على اللياقة البدنية وعدد التكرار. والتكرار اللي هو يلعب اللعبة صح، بيقعد خلال 2 دقيقة وبعد كده يريح 2 دقيقة وبعد كده ينقل وهكذا لغاية 6 حركات. لازم ممكن الموضوع يبان بسيط، لكن لا طبعا التكرار صعب جدا. بالظبط، في خلال 2 دقيقة ممكن يلعب مثلا 10 حركات وما يطلعش كلهم صح، لان الطريقه نفسها مش صح. بس الحاجه الحلوه ان هي اول مره، هي اولا اول بطوله من نوعها هتتلعب في مصر في الفيتنس تشالنج، هيكون يوم 19. واول مره حاجه تابعه للاتحاد المصري لكمال الاجسام. هتكون لسه اول بطوله تتلعب من نوعها في مصر خاصه بالفيتنس تشالنج يوم 19، اسمها كاس الفراعنه. او يعني لسه اصلا ما تلعبش ولا بطوله خالص في مصر، في مصر، ودي اول بطوله يوم أول 19 بطولة. 12 ديسمبر بالظبط، في استاد القاهره. اول مره حاجه تكون تابعه للاتحاد المصري لكمال الاجسام او الاتحاد العربي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه، يتيح للسيدات ان هي تشارك. معروف ان رياضه كمال الاجسام هي لعبه ذكوريه جدا، ممنوع طبعا ان على مستوى الوطن العربي او مصر او افريقيا اي سيده تشارك فيها كبطوله، لان طبعا بسبب عاداتنا الشرقيه. فلكن دي اول مره حاجه تقدر السيدات ان هي تشارك فيها على مختلف الاعمار. وبعد كده ان شاء الله هيكون في اطفال كمان. وبعدين اي حد، وبعدين فيها جوائز حلوه جدا، يعني اي واحد بيلعب جيم يقدر ان هو يجي ويجرب وممكن يكسب.